احتفلت جمعية جميعا مع الأشخاص في وضعية إعاقة بمركزيها الدروة وبرشيدة بنهاية الأسدس الأول للسنة الدراسية 2020-2021. وقد تخلل الحفل بعدة أنشطة نذكر منها لوحات تعبيرية، فقرات موسيقية، عروض وأناشيد من أداء أطفال الجمعية. ويأتي هذا الحفل المنظم من طرف جمعية جميعا مع الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار أنشطتها الهادفة لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تعتبر من بين أنشط الجمعيات على المستوى الجهوي.